بالفعل جمانة، يعني حراك دبلوماسي وماراثون سياسي بأعلى مستوياته في اليومين الماضيين في العاصمة، عاصمة القرار الأوروبي في بروكسل. هنا بالأمس تأخر المجتمعون في الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع بالتحديد، الإمدادات، إمدادات الطاقة والواردات النفطية من روسيا، وهو الأمر الذي زاد في حدة النقاشات بالأمس. هناك ملفات ساخنة طرحت، وكان هناك تباين في وجهات واختلاف بوجهات النظر بين المواقف الأوروبية. هناك مواقف أوروبية كانت تتفق على أن يتم الاعتماد على احتياجات واحتياطات غاز من دول أخرى، ووقف الإمدادات وقطاع الطاقة الروسية، لكن مثلا ألمانيا والمجر والنمسا رفضا ذلك بحجة أن هذا الأمر، كما قال المستشار الألماني أولوف شولتس، بأن هذا الأمر، التبادل التجاري الكبير الذي تعتمد عليه هذه الدول، لا يمكن أن يتغير في ليلة وضحاها. إذا ما تم الانتقال مثلا إلى واردات النفط الأمريكية، هناك الأسعار تختلف، وهناك أمور لوجستية صعبة جدا، محطات وشحن وشاحنات وغيرها، بينما الموارد النفطية الروسية تدخل عبر أنابيب، وهناك عقود مبرمة في هذا الأمر. لكن تم التوافق بشكل كبير أيضا على إرسال مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين، وكذلك رصد مليار يورو لأوكرانيا بنفسها أن تشتري أسلحة من الدول الغربية ذات الشراكة الأوروبية. بالأمس الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كما قال متابعون للشأن الأوروبي، جاء برحلة الإقناع في محاولة لإظهار صورة الموقف الأوروبي الموحد، لكنه اصطدم بالفعل بعدم وحدة الصف والمواقف الأوروبية. هناك من يريد قطيعة تامة لواردات النفط الروسية، مثلا كلتوانيا، رئيس لتوانيا تبنى هذا الصوت واصطف إلى جانبه بولندا في ذات المسار، بينما في معسكر آخر كانت ألمانيا والمجر والنمسا والدنمارك بعدم طبعا تقليل الاعتماد على الموارد الروسية، ولكن ليس بشكل نهائي. الأمر يحتاج إلى سنوات وفق مسؤولين ألمان، لا يمكن تنفيذ هذا الأمر بالسرعة المطلوبة. أيضا الرئيس الأمريكي الذي جاء في محاولة للعب على عدة محاور، وهي إبراز الولايات المتحدة بأنها سيدة الموقف وصاحبة القرار في المواجهة السياسية الحاصلة مع الكرملين في هذا الوقت بالتحديد، وأوروبا التي تبحث في متاهات التباحث عن سبل وبدائل جديدة لهذه الموارد، تفتش هنا وهناك وتحاول على المدى القريب إيجاد حلول وبدائل. نعم جبارة.